Dites-moi pas que c'est pas vrai. Bien sûr, هادي ماشي سؤال. المغرب احسن بلد في العالم. الدليل هما المشاريع الكبرى اللي بزاف ديال الدول ما عمرها ما توصل ليها. بغيت نعرف الحصيلة ديال 10 مليار ديال الدرهم شنو هي؟ كيفاش؟ ليان داش؟ شوفوا المغرب أحسن بلد في العالم، حنا عندنا التي جي بي. حنا عندنا التي جي بي. سعادة الوزير، كيفاش عندكم هذه الفكره الرائعه ديال التي جي بي؟ بون خاصني نشرح لكم القصه ديال التي جي بي في المغرب. منين بحثنا هذه المساله سي سامبل، تبعوا معايا. المغرب احسن بلد في العالم، احسن بلد في العالم خاصو يكون عنده احسن طياره في العالم. مشى عند فرنسا باش يشري من عندها الغفال اللي هي احسن طياره في العالم. فرنسا بغات تشري المغرب، ما تفهموش في شي صداع، جات امريكان بعت لينا لي اف 16. فرنسا تحشات ليها، وباش فرنسا ملي تحشات ليها اي ريكوبير كوام واحد شويه ديال الصرف من عندنا حنا المغرب، حيت حنا احسن بلد في العالم وعندنا بزاف الفلوس تقدروا نعطيو بزاف الناس بحال فرنسا بحال امريكا. دونك قالت لينا هاكو خذوا التي جي بي من عندي وركبوا فيه الناس وديروا به شي شويه ديال الترافيك ما بين طنجه والرباط. اها وهادشي بشحال؟ أعزائي المشاهدين، مور ما شفنا في هذه الحلقة لا بيرفورمانس المحيحة المطرطقة الواعرة اللي كتحمق نيتو تاع البوغوصة اللي دايرها المغرب، الحلقة القادمة غادي نشوفو شكون خاصنا نعطيوه لا ميداي على ود هاد لا بيرفورمانس. أوغوار، باي.